السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. آخر أخبار وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، أهمها تنويه منصة مدرستي لبعض الطلاب وترتيب الجامعات السعودية الجديد. إليكم التفاصيل. إليك الآن آخر أخبار وزارة التعليم اليوم خلال العديد من الجهات، منها منصة مدرسة الإلكترونية وغيرها العديد من الأشياء الأخرى. عليك فقط البدء في متابعة الفقرات التالية، وهذا لأننا عملنا على تجميعها لك وتلخيصها، لذلك عليك الآن متابعة الفيديو لنهاية الفيديو. منصة مدرستي، حرص القائمين على منصة مدرستي على القيام بالإعلان والتنويه على جميع الطلاب الذين يريدون المشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج أنهم يجب أن يقوموا برفع المشاريع الخاصة بهم الآن قبل موعد انتهاء التقديم. يمكنك أن تقوم بهذا الأمر عن طريق النظر إلى هذه التغريدة. كما حرصت على القيام بوضع تعليمات رفع مشروع تصميم الهندسي المبتكر من قبل طلاب المملكة. وليك الآن طريقة، قم بتحميل ملف المبرمج على ماينكرافت بصيغة MCW Word. يجب أن يكون مشروع المنفذ مدته دقيقتين، صيغة MP4، الحجم الكلي للفيديو 250 ميجا بايت، وهذا محدد أقصى. يجب أن يقوم الطالب بإدراج ملف PDF بإقرار من ولي الأمر. رئيس هيئة تقويم التعليم، صرح اليوم رئيس هيئة تقويم التعليم لأحد الصحف القومية للمملكة العربية السعودية أن المملكة حريصة بشكل كبير على ضم أبنائها وإنشاء الكثير من الجامعات حتى لا يذهب الطلاب إلى أي مكان. لذلك سيكون لدى المملكة حوالي 69 جامعة متطورة مشابهة للجامعات العالمية خلال 2030، لذلك كونوا على موعد ترتيب الجامعات السعودية لعام 2023 حسب تصنيف كيو اس العالمي. تم العمل على تصنيف افضل الجامعات داخل المملكة، وهذا يأتي على حسب العديد من المعايير. ومن هذه المعايير حازت على المركز الاول جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الملك فهد، جامعة الملك سعود، جامعة ام القرى، جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل. من الجدير بذكر ان التعليم داخل المملكة يتطور بشكل سريع للغاية، والدليل تفوق كثير من الطلاب السعوديين في المحافل العالمية في مجالات متنوعة مثل مجال الرياضة، الرياضيات والعلوم والهندسة والابتكار والاختراعات الحديثة التي تساعد الإنسان على ما مجارات التكنولوجيا الحديثة التي نعيش فيها. لذلك بالتأكيد المملكة تسير على المسار المثالي لتحقيق أهداف المملكة 2030. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.